والآن إلى جورج والأخبار الرياضية. مصور بداية أخبارنا مع الفوتبول الأوروبي وختام المرحلة العشرين من الدوري الألماني بوندسليغا. موجهة كتير قوية كانت عم تصير امبارح المساء بين الثاني والثالث بالترتيب باير ليفركوزن وبروسيا دورتموند. هالمباراة اللي استقبلها ملعب البي أرينا بليفركوزن تقدم فيها دورتموند عبر ماركو رويس بعد 3 دقائق فقط، ومن بعدها سريعا بضيف دورتموند هدف 2-0 بعد ضربة جزاء بسجل منها جاكوب بريزيكوفسكي، هدف 2-0 بالدقيقة 9. وبالشوط الثاني بيعود ليفركوزن بقوة ليقلص الفارق عبر ستيفان رينارتس بدقيقة 58-2-1، ونفس اللاعب بيعادل 2-2 بكرة رأسية بغتت الحارس فاندن فيلر. وبالدقائق الأخيرة بيخطف دورتموند الفوز عبر روبرت ليفاندوفسكي المهاجم البولندي اللي رفع رصيده ل 13 اصابه بالمركز الثاني بالهدفين، لكن دورتموند صار ثاني بالترتيب بفارق 12 نقطه عن فريق البايرن المتصدر. نتابع ونوصل للفورمولا 1 مع اطلاق جديد لاحدى السيارات المشاركه بعام 2013. بطل العالم باخر 4 سنوات عند الصانعين فريق ريد بول رينو كان عم يطلق سيارته الجديده الار بي 9 بمقره بميلتون كينز ببريطانيا بحضور كبير لوسائل الاعلام المحليه والعالميه، وظهر لون الارجواني على اجزاء مختلفه من الار بي 9 بعد التعاون الجديد مع شركه انفينيتي اللي ظهر شعارها على جوانب السياره. مصمم سياره الريد بول ادريان نوي اللي له الفضل الاكبر بوصول الفريق لاعلى المراتب قرر الاحتفاظ بنفس تصميم سيارة العام الماضي تقريبا، وعدل فيها بشكل كتير صغير للموسم المقبل، وأكيد السائقين هن سباستيان فيتيل ومارك ويبر. ننتقل لكرة السلة الأمريكية NBA. مواجهة كتير قوية كانت عم تصير امبارح المساء، استقبلها ملعب ديترويت بيستنز بولاية ميشيغان. البيستنز كان عم يستقبل الليكرز على أرضه بهالمباراة المهمة، الليكرز كان عم بغيب عنه لاعب ارتكازه دوايت هاورد بداعي الإصابة، لكن رغم هالشيء نجح بتحقيق الفوز بصعوبة كبيرة 92-97 مع تألق باو جازول ب 23 نقطة و10 متابعات وكوبي براينت مع 18 نقطة، بينما كان جريج مونرو أفضل لاعبي البيستنز مع 20 نقطة و12 متابعة. الانتصار 22 للليكرز هالموسم مقابل 16 خسارة. بأبرز بقى النتائج، بوستن فاز على كليبرز وميامي على تورونتو. هذه كانت أبرز أخبارنا. روبير وديانا، منعود لكم. شكرا جورج. شكرا جورج.